لو أردنا تحديد حركة موسيقية ترمز إلى أوروبا اليوم، ستكون حتماً الموسيقى الإلكترونية. المنتج والدي جي الفرنسي لوران غارني اسم لامع في هذا الميدان منذ ما يزيد عن 20 عاماً. رحالة لا يهدأ ولا يمل. كيف يرى أوروبا اليوم؟ يورو نيوز في لقاء خاص بمناسبة الانتخابات الأوروبية. لوران غارني، مرحبا بك. أنت تتنقل دائما في أوروبا، أهي مصدر إلهام بالنسبة لك؟ بالطبع، ليس أوروبا وحدها بل العالم بأسره. صحيح أنني أمضي معظم وقتي في أوروبا أكثر مما هو في المناطق الأخرى، وأنا أتنقل في أوروبا والعالم منذ 20 عاما. أعمل كثيرا في بريطانيا وألمانيا وبلجيكا وهولندا، وأمضيت فترة لا بأس بها في إسبانيا وإيطاليا، وكثيرا من الوقت في أوروبا الشرقية. إذن بالطبع أوروبا مصدر إلهام بالنسبة لي، والسفر بات ممارسة يومية. هل السفر المتكرر يعزز الشعور بالانتماء إلى أوروبا؟ أتشعر بأنك فرنسي أم بالأحرى أوروبي؟ أشعر بأنني أوروبي تماما، لم أشعر يوما بأني فرنسي، وهذا أمر واضح، وذلك كان واضحا في ذهني. سافرت إلى بريطانيا عندما كنت في 18 من العمر، وبالطبع عندما نغادر المنزل تبدأ حياتك الشخصية، وأنا حياتي بدأت في بريطانيا، أعني حياتي كرجل أو كصبي كبير. لم يكن من يذكرني على الدوام يمكنك أولا أن تفعل كذا وكذا. أشعر بانتمائي كأوروبي أكثر من انتمائي كفرنسي. إذا سئلت إن كنت فرنسيا أجيب إني بالأحرى أوروبي. وأين هي أوروبا على الخريطة الدولية في مجال الموسيقى الإلكترونية؟ أعتقد أنه في وقت ما قبل 20 عاما كان بإمكاننا تمييز الموسيقى البلجيكية والموسيقى الإنجليزية، كما نميز الموسيقى الآتية من الولايات المتحدة وشيكاغو، وكنا نميز ديترويت كما كنا نميز نيويورك. هناك ألحان خاصة بكل بلد، ولكن سمة متضائلة. اليوم سقطت كل الحواجز ولم يعد هناك بلد بمميزاته الخاصة. في المقابل هناك أنواع من الموسيقى التي تطلق حركات، وفي الوقت الحالي هناك شيء يطلق عليه البعض صفة الفرنش تاتش، اللمسة الفرنسية، لكن في المقابل نصف الأسطوانات التي تطرح في الأسواق بماركة فرنسية هي لأجانب. إذن يمكن الحديث عن عولمة في الموسيقى الإلكترونية. الحدود غير موجودة. في البداية كان هناك الفاعلون في مجال الموسيقى الإلكترونية، المنتجون والدي جي، وهم أشخاص سافروا على الدوام. هؤلاء لم يفكروا يوما بإنتاج موسيقى خاصة ببلادهم، ربما فقط في البداية. لكن بالنسبة لنا أوروبا كانت موجودة منذ زمن بعيد. بالنسبة لي أوروبا هي عائلتي، هي بيتي. أنا لا أسكن في فرنسا والأمر واضح. بالنسبة لي لست فرنسيا فرنسيا، وهذا أمر لا يهمني، وأنا ضد هذه الأفكار. أنا أسافر في كل بلد وفي كل مكان ولا أشعر بأن الحدود مغلقة. والأمر الأكثر غرابة في مهنتي هو أن أتوجه إلى الولايات المتحدة أو أي بلد آخر وأن أبقى محتجزا طوال 15 دقيقة عند الجمارك. هذا أمر يصدمني، هذا أمر لا أستوعبه. هل يصبح مستخدم شبكة مجرما بمجرد تحميل موسيقى أو فيلم على الإنترنت؟ لا أبدا، مجرم هذا تعبير ضخم. أعتقد أن على الآخرين أن يعوا أنهم عندما يحملون الموسيقى والأفلام مجانا على الإنترنت، يجب أن يحضر بذهنهم أن إنتاج فيلم هو ثمرة جهد 200 إلى 300 شخص، وإذا قرر شخص ما البحث عنه على الإنترنت دون أي اكتراث، أنا بكل أسف أقول إن ذلك هو سرقة. أنا أنتج الموسيقى واخترت هذه المهنة، وتوقيع الصغير يعيل 10 إلى 12 شخصا، دون ذكر شركة الأسطوانات، مهندسون وموسيقيون، والشخص الذي يهتم بالإضاءة والذي يهتم بالجولات والحفلات ومدير أعمالي. وإذا توقفت عن البيع فسيكون مصير كل هؤلاء البطالة. أنا أكسب عيشي من الموسيقى منذ 20 عاما، وهذا أمر ليس بالسهولة.
Moi, je fais de la musique depuis 20 ans. Je vis de ma musique. J'ai choisi de vivre de ma musique. C'est pas ça. إذن أنت تساند هذا القانون. D'accord avec cette loi et vous allez dans le même sens. ما لا يعجبني في هذا القانون وما يزعجني هو العقاب الذي يمكن أن يصل إلى حرمان الشخص من الشبكة، وهذا أمر سخيف، وهو بمثابة حرمان الشخص من الماء أو التدفئة أو الكهرباء أو الغاز في حال ارتكب خطأ ما، وأن تقول له ستبقى بدون غاز وستموت من البرد خلال الشتاء لتتعلم. لا يمكن القيام بمثل هذا الشيء، فهذا غير طبيعي، فهذه وسيلة التواصل الوحيدة، فالناس لم تعد تتراسل عبر البريد العادي، الكل يتواصل بالإنترنت ويعملون عبر هذه الوسيلة، وبدون الشبكة أنت بحكم الميت حاليا، إذ لا أعرف ما العمل. ربما يكون الحل بالقول للشخص الذي يحمل الموسيقى إنه سيفقد الإنترنت السريع ويعود إلى الاتصال بطيء كما في بداية عهد الشبكة، وهكذا سيمضي 3 أيام لتحميل جزء بسيط، هكذا يفهم بسرعة أنه أمر لا يجب القيام به، يجب البحث عن حلول أخرى. هل تهتم بالسياسة؟ نعم ولا لا أتابع ما يحصل، ولكن هل من أحداث خاصة تتأثر بها وتشعر بآثارها على عملك؟ أحياناً أستعين بأحداث سياسية في موسيقاي، وأعتقد أن آخر صرخة غضب أطلقتها كانت أثناء الانتخابات الرئاسية الفرنسية في العام 2002 عندما وصل جون ماري لوبين إلى الدورة الثانية، لكن كان لدي عازف إيقاع أمريكي أسود ويكتب أيضاً نصوصاً، وغدت الدورة الأولى طلبت منه أن يعبر لي قليلا عن شعوره كأجنبي وأسود ويعيش في بلد قد ينتخب رئيسا كجان ماري لوبين، وقلت له الأمر مؤلم أليس كذلك؟ وبدأ عندها بالكلام دون أن يتوقف لعشر دقائق. سجلت ذلك ووضعت قطعة تحت عنوان First Reaction، ما من موسيقي لا يتأثر في لحظة ما بما يدور من حوله. قد يكون ذلك أحداثا سياسية كما يمكن أن يكون شيئا يحدث في حياته العائلية، كل شيء يؤثر بنا. أنت في 44 من العمر وأب 43 سنة. كيف ترى المستقبل بالنسبة لولدك؟ هل ستشجعه على الاغتراب والسفر في أوروبا؟ الأمر واضح بالنسبة لي ولزوجتي، عندما يبلغ 16 أو 17 سنقول له هيا انطلق، أنت شبه راشد، ارحل إلى باريس، إلى إنجلترا، اذهب حيث شئت، لكن اذهب. إضافة إلى كونه ضمن عائلة مزدوجة الجنسية، نحن نتكلم عن الأمر وهو لم يكمل 5 من عمره، وهو يسافر كثيرا منذ الآن، سيكون أوروبيا حقيقيا، هذا أكيد.